يا ميم تسعة ميم تسعة ارسل يا ميم اثنين. خلي الشباب يستعدون لان قريب الموقع المداعم. الله يعطيك العافية. من المسؤول عنكم هنا؟ ها؟ من المساجد البيت؟ الأوكار اللي الآن يمارس فيها الغش التجاري هذا عبارة عن ملحق أو مستودع سيارة طبعا ما عليها أي بيانات تجارية عشان ما تكشف أي مؤسسة أو أي شركة. هذا الموقع هذه شرائح طباعة هو واصل من المطبعة حطينا أمام المكيف عشان استنشف يصير الطباعة. الآن بنطلع الموقع لتنفيذ الطباعة. طبعا هذا إيش؟ هذه عبارة عن مغلفات محضرة من المطبعة الآن عشان تغلف قطع غيار مزورة تحمل علامة تويوتا. عندنا هذه فلافل زيت تجي من الصين يبدون يزورونها على انها ستيلكو ماركة وعلى انها اصلية وهي مقلدة. فلافل زيت صناعة صينية دخلت في البلد هنا ويوضعون عليها انها صناعة امريكية وانها تابعة لماركة ستيلكو. وهذا تنحط على الفلافل الزيت الصيني على اساس انها صناعة امريكية وستيلكو. هذا البعامل اللي ضبطناه الآن شوف شو يقول. الحق والله في السكن في أكثر من 10 نفر. هذا باكستاني قل لهم عليك الباكستاني رايح إن شاء الله. إيه مسكوت تجارة مسكون التجارة الحين ما عندنا. أسرع يا عمي أسرع احلف احلف والله في السكن. يقول أسرع يا عمي مسكون التجارة الحين عندنا. أسرع يا عمي احلف حلفه والله في السكن في أكثر من 10 أشخاص. قل لهم أنتم والله ما عندكم شيء ولا أعرف عنكم شيء. كأنه الجرائم فيهم توصلت انهم جايبين الباركود حق الرقم عشان يصير رقم القطع عند رقم القطع كذا كذا زي ما يعمل في الوكالات وفي المنشآت الاصليه نفس الطريقه. في موقع مخالف رقم الباركود تحط على القطع الغيار اساس يحسون انها منتجه اصليه وفي الوكاله ارقام غير ارقام اللي تضع على عندهم. الصينيه تحضر من الصين بالشكل هذا وصينيه القطع صينيه يعني شوف وتضع الان على انها اي سي دي الكو وعلى انها صناعه امريكيه تورد من الصين بطريقه طبيعيه يعني لانها خلاص. هذه طبعا منتجات شركة نيسان تحضر بالشكل بدون بيانات. هنا يتم وضع البيانات عليها نيسان ميد ان جابان. هذه طباعة داخلية. شاهدتم تم ضبط الكميات وإغلاق الموقع وننصح دائما بأخذ قطع الغيار من الأماكن الموثوقة والتأكد منها. ولا شباب سجلوا المحاضر. يعطيكم العافية يا شباب.